حياكم الله من جديد مشاهدينا. يقولون دائما ان البنت صديقه ابوها والولد صديق امه، بس لا ما ينطبق هذا الشيء طبعا على الكل، يعني يختلف على حسب الاب، حسب العائله فعلا. على حسب العائله. والجميل في الموضوع مشاهدينا هو قوه العلاقه اللي تربط بين هالطرفين لما يكونون متفاهمين وكانهم اصدقاء. اليوم احنا عندنا ضيوف اعزاء، خلينا نشوف هذا الفيديو عنهم ونرجع. اليوم عيد ميلاد الغالي، شوف كله عم بحكي لك كل عام وانت بخير. وانتو بألف خير يا رب. حلوة السكسوكة. احبها. ما حدا بمسكها غيرك على فكرة بالدنيا. والله. انا اكثر شيء مبسوط فيه بحياتي بعيد ميلادي اني خلفت واحدة زي ليان. كثير بتدلعني كثير. ايش قصدك؟ بتدلعيني. بتعطيني كثير حب، بتعطيني كثير ايموشنز. بعطي صح؟ يا ذاتس ات. I mean it. والله I mean it. Okay. Yeah. I know you love me. أسلم. معنا الحين ليان ووالدها غسان، يسعد صباحكم. يعني ما شاء الله العلاقة بينكم يعني كثير حلوة قريبة. ما أعرف إذا أنت عندك أخوات قلتي لنا. إحنا ثلاث بنات، يعني عندي أختين. ما شاء الله، بس إن أنت الأقرب واضح إن الأبوك. بحس إنه عشان ما يبهدلوني بالرجعة، كل واحدة إلها علاقة مع بابا يعني. لو نبتدي طبعا احنا يعني سعيدين بتواجدكم معنا. يعني لو اخذنا مثلا وصف لعلاقتك مع الوالد كيف توصفينه؟ صديقي، اعز صديقي لي. يعني انا لما يعني بتحكي عني قبل زمان وهلا اللي الصحبات اللي كانوا عندي، هلا ابوي عندي اعز صديق. طبعا استاذ غسان رحب فيك، اهلا وسهلا. عندك ما شاء الله ثلاث بنات الله يحفظهم واصغرهم ليان. ليش ليان تميزت بالعلاقه او كيف انت يعني تصنف الموضوع هذا؟ والله انا ما بقدر اكون متميز في العلاقه بيني وبين البنات، يعني كل واحده ماخذه حصتها على فكره. نعم. يعني اوكي انا مجهودي كبير، مشان هيك بتشوفوا ليان ماخذه كثير، انا مجهودي كثير معاهم. نعم. الدعم المعنوي، الدعم التفكير في المستقبل، التفكير في المشاكل الانيه، التفكير في امور حياتهم كثيره، يعني انا داخل فيهم. نعم. بشوف انه دوري لازم اكون انا موجود لبناء شخصيتهم، توجههم للمستقبل، كيف تفكر، كيف حتى لما تفكر انها تحب، كيف تفكر لما تتزوج، كيف تفكر في مستقبلها وهذه الشغلات. فبالتالي كل وحده منهم ماخذ دوره، بالعكس في وحده او ثنتين كمان صغيرهم ماخذين اقوى دور. الكل ماخذ حقه ان شاء الله. الله يعيني ماخذين. والله الله يخليك لهم ان شاء الله. الله يسلمك. طيب احنا الحين بيكون في عندنا اختبار صغير لكم، كل واحد فيكم بنساله يعني مجموعه اسئله ونشوف اذا انتم تعرفون بعض اكثر ولا لا. ممكن احنا ليش ما نخلي هذا المسابقه اخر شيء؟ يلا نستمر يعني. اوكي. الحين استاذ غسان، يعني سر العلاقه الاب كيف برايك انه هو قادر انه هو ينزل مثلا لعقليه بنته، يتفاعل مع يعني محيطها؟ كثير احنا نسمع انه الجيل الكبير مبتعد عن الصغير، وبس يعني هذه الاجيال تنتقد فقط بعض. صحيح. فبالنسبة لك كيف يعني قدرت تقوي هذه العلاقة، تحولها إلى صداقة مثل ما عبرت ليان؟ يعني والله هذا السؤال من أهم الأسئلة اللي أو الأمور اللي لازم الأب والأولاد يعني. نعم. يكونوا في علاقتهم مع بعض. شوف يعني هي علاقة يعني مش حتكون معقدة، هي العلاقة لازم تكون فيها تفاهم. أنت تعرف شو تفكير ابنك أو بنتك، تعرف شو توجهه بالحياة، وتخليك داعم لهذا الموضوع. في فروقات كبيرة بالعمر، أنت انزل حاول تخليهم يطلعوا يشوفوا كيف الأمور ممكن من وجهة نظرك أنت. حاول تطلع فيهم أكبر طاقة ممكنة، أكثر شيء ممكن يعملوه. أوكي ممكن ما تخليهم يقدروا يعملوا المستحيل، ولكن حتطلع أكثر شيء منهم لما أنت تفهموا أنك فخور فيه وأنه يقدر يعمل. صح. دائما الثقة، أعطيه ثقة. ليان يعني هذا الكلام ما شاء الله مهم جدا، إلى أي مدى هذا يعني هذه الطريقة بالتعامل بين الأب وبنته تساعد البنت على تحقيق أهدافها، على صح. يكون عندها دعم في عملها في دراستها؟ صح، مليون بالمية. يعني بابا بنى معانا علاقة إنه مش إنه هو كأب إنه إحنا نخاف منه. نعم. بس هو كصديق إحنا نلجأ له. حلو. عرفت؟ حتى كمان مع ماما نفس الشيء، يعني هن الاثنين ربونا على هذا المبدأ، عشان يعني شو ما صار في الحياة إنه إحنا نرتاح نروح لإلهم، ما نروح لغربة، نروح لأهلنا من دمنا. فهذا شيء كتير ساعد، ساعد الدعم من عندهم إنه أنت ليان اعملي اللي أنت بتحبيه. نعم.
أنا لهلأ قد ما أنا يعني عم بشتغل على حالي وبشتغل بالبزنس، لهلأ أنا بروح وبشاور بابا بأي شيء حتى بخص الشغل، لأن أنا بثق في كلامه وبثق في تجربته في الحياة. هل في أمور مثلا شار عليك الوالد أنه لا تسوينها وامتثلتي، ولا أنت بس تبين أحد؟ والله في هيك وفي هيك، يعني أنا من النوع اللي بحب التحدي، بحب أجرب وهيك. وفي أكثر من مرة مثلا حكالي لا وعملت وندمت مثلا، وفي أكثر مرة حكالي آه. ويعني وهو كثير شجعك في شغلك، كيف أثر هالشيء عليك؟ والله يعني إشي كثير حلو كان، يعني هذا كمان بحسه بليسنج، يعني لأنه حرام يعني أنا حالياً أنا بشوف كثير بنات بيعانوا من هذا الإشي للأسف، إنه ما عم بيجيهم الدعم من البيت. صحيح. فهذا أنا بشوفه إنه الحمد لله رزقه وسهل علي. وقرب الأب والأم يمكن غير، يخلي الواحد نفسيته تتغير، يعطي صح. أكثر، يكون يعني عنده شغف أكثر باللي يسويه. صح. الحين بنبدأ معكم الأسئلة، مسوي الاختبار الصغير نشوف إيش كثر تعرف ليان وهي إيش كثر تعرف أبوها. خلاص إن شاء الله ننجح. إن شاء الله. إن شاء الله. بس نأخذ البورد لو تكرمت. فإحنا راح نسأل أستاذ غسان، نسألك سؤال. لا بس البورد بس. والإجابة تكون بس 10 ثواني. عندك 10 ثواني تجاوب، بس نعطيها مجال يعني تكتب عشان ما أوكي. مش راح اشوف. مش حتشوف. طيب اوكي. نبدا معك استاذ غسان. نعرف ان ليان صنعت محتوى، لكن السؤال ايش اكثر شيء يجذبها وتقدمه؟ الموضه، المكياج، الموديل، وش يعني ايش اكثر شيء يجذب ليان في السوشيال ميديا وتقدمه للناس؟ اكتب بالعربي ولا بالانجليزي؟ اهم شيء هو يعرف الاجابه. يعني المشكله الخط. اوكي. اكثر شيء المكياج والموضه مع بعض. نشوف الإجابة. أنا هيا. أوه شيء بلدغة. كلام بالعمل. سؤال كان على العمل. ما هو أي إيش بحب أصنع السوشيال ميديا، في السوشيال ميديا. طيب مو مشكلة. يلا نمشي. السؤال الثاني. السؤال الثاني، إيش أكثر شغلة تسويها ريان يوميا في البيت؟ عاد هذه لازم تعرفها. في البيت؟ أكثر شغلة تسويها، تشوف ما تسويها. مش لتكون بالبيت بالأول. عندك 7 ثواني الحين. يعني ممكن. أنت قول الإجابة وهي تكتبها إذا هي صح ولا لا. أكثر شيء تسويه في البيت؟ عادي، ممكن مثلا يعني الموضوع مو شرط يكون شيء، يعني ممكن أكثر شيء مثلا تكرر كلمة معينة، تنام، تصرف، يعني مو شرط أنه هو شيء يعني تتميز فيه من عن أخواتها في البيت. أكثر شيء بتعمل هي شغلها البلوجينج. شغل لا تمسحين. لا العلاقة يعني معه واضح أنه لا مين؟ السلام عليكم. طيب هل ليان شخصيتها الحقيقية نفس شخصيتها في السوشيال ميديا ولا لا؟ نعم. جد؟ اكتبي أبرز يعني اكتبي أنت. هذا سؤال ولا؟ هذا سؤال. أوكي. يس. نعم. يعني هذه كانت ليان هيك، ليان تلقائية. خلص اللي بقلبي على لساني أكتر إشي. طيب شيء عرفت عن ليان وحسيت يعني بالاعتزاز والفخر كأب، شيء مثلا نجاح معين، عمل معين، أي شيء، موقف يعني، وكمان تذكر استاذات ما ولا نجيب طرف ثالث جاوب عنكم. تعين بصديق. موقف اي بس اكتبي يعني ما هو عم بحاول اي حسيتي انه انت مثلا الوالد فخور فيك، مبسوط فيك، ممكن لما مثلا نجاح شيء، عمل، مشروع. طيب انت جاوب يلا استاذ غسان. لا 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 خليها تكتب وهو يجاوب، نشوف لحد ما تخلص. هي اي قصه نجاح بالنسبه لي ليان نجاح، اي شغله نجاح دائما بتميزها. اوكي الله على خطي. طيب. انا كثير اسفه يا جمهور، بس لما تخرجت بعرف تخرج نجح. تخصص النجاح. طيب ايش اكثر تخصص هي كانت تبغى غير الماركتينج؟ اوكي بس بعرفهاش بالعربي. حتستغربوا. يلا قولها لحد هي ما تكتب. هي بين شغلتين. ها خلصت هي؟ طيب ايوه خلص هي ثلاث. تبغى الفضاء اوكي او الطب او المحاماه. صح اوكي هذه انا استغربت لما راحت للموضه والمكياج والشغلات. طيب يعني انت تقريبا جاوبت جوابين صح. هو لسه كنت اكتب. بس يمكن ابوك يعرف اشياء اعمق من اللي احنا قاعدين نسالها. هو يعني هذه اشياء سطحيه، انه وش تسوين في البيت و صح يعني. بس هي هي ولا واحد دخلهم يعني الفضاء، الطب والمحاماه.
يعني هذا شيء عميق يعني في العلاقة. أنا هو من أنا وصغيرة مريت بكثير مراحل يعني ما كنتش عارف شو بدي أعمل في حياتي والحمد لله. الحمد لله. الله يحفظكم ويخليكم البعض ويخلي يعني يديم عليكم إن شاء الله هالأجواء الجميلة سواء معك أو باقي العائلة الكريمة كاملة. شكرا جزيلا. شكرا لكم. شكرا.